بسم الله الرحمن الرحيم أنزل فيه القرآن شهر رمضان أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيستجيب لي ويؤمن بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاد أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما شاء الله ما شاء الله 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 أكبر. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة
والروح. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.